المباراة اللي فاتت كسبتوا سموحة 4، كانت في سموحة، وشايف كمان كان مستر بروكتش كان موجود معاكم. مستر معتاد على طول يكون معاكم في المباريات. مستر بروكتش او كابتن خالد يعني هو بالتبادل، كابتن خالد معانا على طول ومستر بروكتش معانا على طول. كابتن خالد معجب بالفرقة بفضل الله الحمد لله رب العالمين. هو بيقول لي على طول ان انا بستمتع بفرقة 2007. فالحمد لله رب العالمين الاداء كويس جدا. واي مدرب في النادي الاهلي كابتن بيبقى اهم حاجة عنده الاداء والنتيجة. بس اي فرقة تانية ممكن يعني النتيجة بالنسبة لها مهمة بغض النظر عن الأداء، لكن أنا مطالب إن أنا أدي أداء كويس ومطالب بنتيجة، مطالب بالاتنين، والأداء كويس هجيب نتيجة كويسة. ما شاء الله.